Assalamu alaikum, bonjour à tout le monde et bonsoir. En fait, on va remplir la pâte feuilletée. On va remplir avec la viande hachée, blanc de poulet, l'oignon, et le foulfoul, yani le poivron. On a le foulfoul, le kifta, sadr de dajaj ou le bsla, à la barkatila. Petit peu de l'huile d'olive, un tout petit peu de l'huile de tournesol. À la barakatilla, on va commencer les oignons et les poivrons. On a des le filfila ou le bsla, il y a l'oula. À la barakatilla, on va rajouter de l'eau de poulet. Et une belle ma tabernache, à l'indiro, ça dégage. On va rajouter la viande hachée, du sel, cameroun, chouïa, bien, pulpul, ahmaroula, paprika, poivre, yani, l'irzab. كل واحد يدير لك كونتيتي اللي بغا. يعني انا تندير تقريبا معلقه صغيره ما معمراش اندومي كويه صغيور، يعني معلقه صغيره ما معمراش. يعني كما قلنا هاد لي زيبيس اون فاغ اندومي دو كويير، نضيف شويه ديال الزعتر، ها الخليط ديالنا. الصراحه سا سون بون، ريحته زوينه الصراحه. ديما نقول لكم مع داك الزعتر اللي درت والله اغريب زوين. وغادي ان شاء الله ملي نعمرو غادي نغاجوتي، سمحوا لي جاوب لي لا اوت، اون فا راجوتي لو فرماج و سي بون بور لانستون. اون فا ايتان الغاز. La pâte feuilletée. Anna, j'ai divisé pour deux. Les brétudes d'Iroha entier, vous mettez là entier. Yani, d'Iroha kulha, ou plioha à la chkleada. Anna, redim plioha, yani, un sandwich chacun. Yani, d'Irta à la juge. Halha tariqa. يعني هذا تيبقى بوحدو وهذا تيبقى بوحدو. بسم الله على بركة الله غادي نبقاو نعمرو لاباط فيتي ديالنا. ما تنساوش الزعتر راه زوين تيجي فيها الصراحة. بغيتو حتى ورقة سيدنا موسى ضيفوها ضيفوها، ماشي اشكال، تتجي حتى هي رائعة. يعني لي بلونط تيجيو زوينين. بسم الله نعمرو الخراو تاني باش يجيونا بحال بحال، ماشي مشكل الا جات وحده معمره ام تيبو اكثر من الاخرى، ماشي اشكال. كما تيقولوا المصريين، ما طرح ما تسري تمري، هكا تيقولوا لها. دونك اون فا فير كوم سا. هاد الخنيشه ديال الفرماج اون باجوتي لو فرماج غابي. وي انا تعجبني ندير فروماج مزيان، يعني خويت بالزربه سي با غراف. وكل واحد يدير فروماج يعني اللي عندكم في الدار، حتى الا ما كانش كاع الفروماج هذا ديروا غير لافاش كيري باش يطلق. واخا غير وحده هنا وواحد هنا ماشي مشكل، اللي ما عندوش يدير غير هذا غير الخليط اللي درنا والسلام. دابا غادي نطويو هذا الساندويتش ديالنا، يعني تنجيو لهنا وتنجيبو هاد هادي تنحطوها بحال هكا، وي يعني بحال المثلثات سمحوا لي. تنجيبو هاد القنيته هذا وتنبقاو، يعني تيكون عندنا شويه ديال العجين من لاباط ديجا، وتنطويو داك الكاغط اللي بقى وتنحطوها في البانيني ولا تنديروها في الفران، وتنعاودو نفس الطريقه الاخرى بحال هكا. يعني تنديرو هاد الطريقة، هاد الراس هذا تيجي هكا، وتنمشيو تنبليو بهاد الطريقة، يعني تنضغطو عليها من الجنبات لي دو كوتي. اون فا بليي هاد الكاغط بحال هاد الطريقة، ولا تخليوه
ولا تقطعوه ماشي مشكل، يعني اللي بقى وتجي على هذه الطريقة وتجي بنينة الصراحة، تجي رائعة. وغادي يعني أنا شعلت البانيلي ديالي خليتها تسخن شي شوية وغادي نحطها فيها بحال هكا، وغادي نشدها عفوا كان غادي يطيح لي التليفون، غادي نخليها بوغ لانستون ما غاديش نحط البانيني في خطره، نخليها شويه تشد راسها من تحت وعاد غادي نحط البانيني مزيان. هما ها لي الساندويتش ديالنا كما هكا تيجيو على هذا الشكل، تيجيو رائعين. انا خليت الورقه يعني ديالهم طيبتهم بها، يعني ضروري غيبقى بالورقه لان الا نزات الورقه ما غاديش تطلع لاباط زوينه. دونك سا لي ساندويتش كما قلنا يعني تيجيو على هذا الشكل هذا، تيجيو رائعين. وبصحتكم وبراحتكم الى استعملتوا هذه الطريقه، صراحه تيجيو بنان بزاف. Il faut pas oublier de faire like, abonner et partager ou là un commentaire. Fadlan ou Leïsa Amran ou Leïla Saïda. Oui, bon appétit. Je vais te faire un livre.